مرحبا، أنا أنطوان سعيدة، باسكتبول داتا أناليست بـ PerGameAnalytics. بالفيديو رح أشرح شو الفرق بين statistics والأناليتكس. statistics هي داتا بيتم إدخالها على برنامج إحصاءات من قبل فريق عمل بشكل مباشر خلال المباراة أم تدخل لاحقا عبر الفيديو. والإحصاءات هي عبارة عن تسجيل فعل بلحظته خلال المباراة، بينتج عنه اللي بنعرفه نحن بوكس سكور وبلاي باي بلاي. أما الأناليتكس هي عملية أخذ هذه الداتا وتطبيق عليها معادلات عالمية مستخدمة بالان بي اي وإيجاد أنماط معينة من خلال وصل عدة أرقام ببعضها، لأنه رقم واحد ما بيلخص اللعيب أو الفريق، وعرضها على المدرب وفريق عمله ليقوموا بتعديلات معينة على الفريق أو اللاعبين، وحتى توقع نتائج وأرقام للمباريات القادمة. الأناليتكس مش هدفها تحل محل لا الإحصائي ولا الكشاف، لكن هدفها تعمل مثل دائرة حول المدرب لحتى ياخد صورة كاملة، وبالتحديد من الأناليتكس على أنه تكون حقائق مش آراء، لأنها ناتجة من أرقام ثابتة. إن شاء الله يكون وضحت فكرة الفرق بين الأناليتكس والستاتيستيكس وشو دور الأناليتيك ديبارتمنت بكل فريق، لحتى يضل يوصلكم فيديوهات عن داتا جديدة وتضلوا up to date عن الأناليتكس. اعملوا شير ولايك للبيج. شكرا.